عاملين ايه يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنكمل انمي السولو ليفنينج الاسطوري جدا، بس قبل ما نشوف الاحداث الجديده عاوزك تعمل لايك كده، عاوزين نوصل المقطع ده ل 10000 لايك، وعايزك تشترك في القناه كده وتروق علينا، وما تنساش اهم حاجه الصلاه على سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، ويلا بينا نكمل باقي الحكايه. في المره اللي فاتت بعد ما شفنا السوم بينضم لمجموعه من الصيادين بيدخلوا زنزانة من الرتبة اي، وبعد ما السوم بيتصاب وسوهي بتعالجه بيقدر باقي الصيادين من انهم يقتلوا زعيم الزنزانة، وبيبتدوا يوزعوا الغنايم وبيستعدوا للخروج من الزنزانة، ولكن واحد منهم بيكتشف ممر سري مظلم، وبعد المشورات بيقرر باقي الصيادين انهم يستكشفوا الممر بناء على تصويت كان القرار فيه بايد سون، وبيوصلوا في نهاية الممر لباب ضخم عليه نقوش غريبة اول مرة يشوفوها، ورغم القلق والتوتر اللي بيسيطر على معظمهم الا انهم بيفتحوا الباب وبيدخلوا، وبيستكشفوا وجود غرفة ضخمة مليانة تماثيل ضخمة، ووسط التماثيل تمثال عملاق على عرش ضخم، فبينتشروا في انحاء الغرفة وبيستكشفوها وهم في حالة ذهول من المنظر اللي قدامهم، وبعد مدة من البحث بيستكشف القائد سونج تمثال معاه لوح حجري وعليه كتابات باللغة الرومانية، ولما بيقرأ اللوح بيعرف ان المكتوب عليها تعليمات ولكنه مش بيفهم منها حاجة، وبمجرد انتهائه من قراءة اللوح بيتقفل باب الغرفة بكل قوة وبيعم الخوف في المكان، فواحد من الصيادين بيقلق وبيخاف من التماثيل الموجودة الجو اللي هم فيه، وبيقرر انه يخلع من المكان بسرعه، وبيسيبهم وبيمشي لانه ما كانش عاوز يستكشف الممر السري اصلا، وبمجرد وصوله للباب راسه بتطير، وبيشوف كل الموجودين التمثال اللي جنب البوابه اللي قضى عليه، وبيرجع تاني لمكانه بكل تلقائيه، وفي وسط صدمتهم بيتحرك التمثال العملاق وبيطلق شعاع من عينه وبيمسح كل شيء في طريقه، في الوقت ده بيتاكد الصيادين انهم في خطر بجد، وبيبتدوا يدوروا على مخرج من المكان، وبعد فتره من البحث والتفكير بيوصلوا لان التعليمات اللي في اللوح هي طريقهم للنجاوي ابتدوا ينفذوها، وبعد تنفيذ اول خطوه وهي انهم يقدسوا التمثال العملاق ويرجعوا له، بيحس بعض منهم بالامان وبيحاولوا يهربوا، ولكن مصيرهم بيكون الموت، وبينتشر الرعب في قلوب الصيادين لان التمثال العملاق قام من مكانه بيطاردهم، وفي نفس الوقت باقي التماثيل الموجوده بتهاجمهم بمجرد ما بيقتربوا منها، فسوم بيصرخ فيهم انهم يتوجهوا للتماثيل اللي ماسكه الالات الموسيقيه علشان يحققوا الشرط الثاني، وبالفعل بيقف كل شخص من الصيادين المتبقيين قدام تمثال، ومش بيتبقى غير سون اللي مش بيلاقي تمثال يستخبى عنده، وهو بيهرب من مطارد التمثال العملاق بيلمح تمثال معاه آلة موسيقية وبيتجه ناحيته، ولكن الصدمة بتكون ان التمثال معاه درع مش آلة موسيقية، وبيهاجم سون بكل قوته بيقطع له رجله، ورغم اصابته بيوصل سون بعد جهد كبير لبر الامان، وبكده يتراجع التمثال العملاق ويوقف مطاردته ليهم، وبتجري سوهي بكل سرعتها علشان تعالج سون اللي بيكون على وشك الموت، وبيحس الناجين بالارتياح انهم قدروا يتخلصوا من مطارد التمثال العملاق ليهم، ولكن الارتياح ما بيدومش لان في مسبح بيظهر في منتصف الغرفه، وبيستنتجوا انهم لازم يضحوا بواحد منهم، وبيقرر كيم انه يرمي اللوم كله على سونج اللي بصفته قائد الفريق وهو السبب في اللي حصل لهم، وبيوافق سونج على اقتراح كيم بسبب شعوره بالذنب، وبيتقدم ناحيه المسبح، وبوصوله للمسبح بتظهر شعله حمراء على المسبح، وهو بيطلب سون من الصيادين انهم يساعدوا له الوصول للمسبح، وبتظهر ثلاث شعلات اضافيين، فبيطلب سون من سوهي وكيم انهم ينضموا لهم على المسبح علشان يبداوا اخر اختبار في الاختبارات الجحيميه دي، وبمجرد وقوف الصيادين كلهم على المسبح بتظهر شعلات زرقاء بتحب المكان، وبيفتح باب الغرفه، وفي نفس الوقت بتبدا التماثيل انها تقترب منهم، وبيكتشف سونج ان كل اللي عليهم انهم يفضلوا على المذبح لحد ما الشعلات الزرقاء تختفي لانها بمثابه مؤقته، وباختفائها بينتهي الاختبار الثالث، وبكده يانجو بيثبتوا ايمانهم، ولكن معظم الصيادين ما بيقدروش يقاوموا اغراء انهم يهربوا من الباب وهو مفتوح قدامهم كده وبيلمع، لانهم اكيد ما صدقوا يلاقوا مخرج من الجحيم اللي عاشوه، وفي كل مره يخرج حد منهم بيتقفل الباب بنسبه معينه، وبيتبقى سون وسوهي والسونج وكيم اللي كل واحد منهم بيراقب جهه معينه علشان اللحظه اللي هيبعدوا نظرهم فيها عن التمثال هترجع التماثيل للحركه وتهاجمهم، ولكن كيم ما بيقدرش يقاوم وبيعتذر لسون وبيسيبهم وبيهرب، وبكده يختم بايده نهايه الثلاثه الباقيين، في اللحظه دي بيسيطر الياس والعجز على قلب سون اللي كان بيحاول بكل قوته انه يرجع لاهله، فسونج بقى بيقترح ان سوهي تاخد سونج ويهرب ويفضل هو في المذبح، لكن سونج بيعترض لان سوهي مش قادرة تتحرك بسبب استنزافها لطاقتها، ده غير ان رجله مقطوعة ومش يقدر يهرب، وبيقرر انه يفضل هو في الزنزانة، وبيطلب من صاحبه ده انه ياخد سوهي ويهربه، وبالفعل بينفذ سونج كلام سون رغم اعتراض سوهي، وبيخرج من الغرفة وبيخرج وبيتقفل الباب، وبيتفضل سون لوحده وسط التماثيل اللي بيقربوا منه، ومع احساسه بنهايته المحتومة بيلوم سون نفسه لانه كان عايز يعيش ويرجع لعيلته زي باقي الصيادين، وبيتمنى انه ياخد فرصة تانية، ولكن الامنيات ما بتتحققش بالسهولة دي، وبيهجم التمثال على سون
جاسون وبيمزق جسمه بهجماته، وفي لحظاته الاخيره ودمه مغطي المذبح بتختفي اخر شعله زرقاء وبيظهر له رساله ان تمت المهمه السريه بنجاح. وطبعا بما انه ما عندوش خيار غير انه يموت او يبقى لاعب، بيختار انه يوافق ويبقى لاعب. وفي اللحظه دي بيظهر ضوء قوي جدا بيغمر الغرفه كلها والتماثيل الموجوده، وبيصحى سون مفزوع وحاسس بانقباض في صدره، وبعد لحظات بيستوعب انه على سرير المستشفى، وبيتساءل بعدم تصديق اذا كان كل اللي مر بيه مجرد حلم. وبيقطع تساؤلاته دخول اتنين من الاشخاص اللي بيهنوا انه صحي اخيرا، وبيعرفوا نفسهم انهم مفتشين من نقابه الصيادين الكوريه. فسون بيسالهم بتعجب نقابه الصيادين هتحتاج ايه من صياد من الرتبه ايه زيي، ولكن دهشته بتزيد اكتر لما بيعرف انه فضل نايم لمده 3 ايام متواصله، وبيسالهم بقلق عن مصير سوهي وسونج، فبيجابوا انهم بخير، ولكن سونج في الغالب مش هيقدر يكمل حياته كصياد بسبب دراعه المقطوع اللي هيعيق حركته. وسيب تتعالج نفسيا من اضطراب ما بعد الصدمه اللي جالها، كده كده ما كانش ليها اي تاثير. وبيحاول المفتش انه يحكي لسون اللي حصل لكيم، ولكنه بيوقفه لانه مش عاوز يعرف اي حاجه عنه. وبيكمل المفتش ان عدد الصيادين اللي خرجوا من الزنزانه المزدوجه على قيد الحياه 6 صيادين بما فيهم هو، ورغم ان الخطر جزء من حياه الصيادين اليوميه الا ان المذبحه اللي حصلت لهم ده شيء نادر جدا، وان فريق التفتيش المكون من نقابه الصيادين ونقابه النمر الابيض لما وصلوا لمكان المذبحه ما لقوش غير سون اللي كان مغمى عليه فوق المذبح ومفيش اي اثر للتماثيل او اي شيء تاني. فسون بيعترض بعدم تصديق لان كل اللي حصل له اكيد مش هلاوس، وبيكمل المفتش انهم برضه ما كانوش مصدقين، ولولا شهادات الناجين اللي كلها متطابقه وانهم وجدوا اشلاء من اجساد الضحايا كانوا هيفسروا الموضوع بشكل مختلف. والتفسير المنطقي اللي هم وصلوا ليه هو ان سون جي وو حصل على ايقاظ مزدوج، وبينزل كلام المفتش على سون زي الصعقه، وبياخد فتره على ما بيستوعب الوضع اللي هو فيه، وبيفتكر ان قوه الصياد بتتحدد من اللحظه اللي قوته بيتم ايقاظه فيها وعمرها ما بتتغير الا في حالات نادره وهي حالات الايقاظ المزدوج. وفي بعض الصيادين اللي قوتهم ارتفعت بشكل كبير بسبب الايقاظ المزدوج، زي ان قوتهم تزايدت من الرتبه سي للرتبه اي او من الرتبه بي للرتبه اس. وبيطلع المفتش جهاز كشف الطاقه السحريه وبيطلب من سون انه يحط ايده على الكريستال اللي في قلب الجهاز، ويفتكر المفتش انه لو في وحوش موجوده بالمستوى المميت اللي الناجين ذكروه يبقى الموضوع مش سهل ابدا، والصيادين العاديين مش هينفعوا ولازم يجمعوا فريق من الرتبه اي واس علشان يقدروا يتعاملوا معاهم. ولكن المشكله والكارثه الكبيره ان الوحوش كلها اختفت من غير اي اثر، ومن المستحيل عدم الشك في ان سون حصل على ايقاظ مزدوج بما انه الصياد الوحيد اللي فضل عايش في قلب الزنزانه. وبينتهي تفكيره في اللحظه اللي سون بيحط ايده على جهاز كشف الطاقه السحريه وبتظهر النتيجه، وهي ان مستوى طاقه سون 10 واضعف صياد في الرتبه اي مستوى طاقته 70 على الاقل. وبيقول لنفسه كده ان شكهم في سون حصل على ايقاظ مزدوج كان مجرد خيال وتضييع لوقتهم مش اكتر. ولما سون بيساله عن النتيجه بيجاوبوا ان شكهم فيه ما كانش ليه اي داعي، وبيسيبه وبيمشي. وبيتعجب سون من النتيجه لانه كان متوقع ان قوته تزايدت لو بنسبه صغيره، وبيسال نفسه ازاي المفتشين ما خدوش بالهم من الرساله اللي ظهرت قدامه، بيخمن انهم مش شايفينها. وبيبتدي انه يفحص جسمه بدهشه، وبيتعجب ازاي رجله اللي كانت مقطوعه رجعت من جديد ده غير الطعنات اللي كانت في كل انحاء جسمه. وبسبب كل ده فهو لسه مش عارف اذا كان اللي مر بيه ده حقيقه ولا حلم. وبيقول انه كان من المفترض انه عرف المفتشين بالرسائل اللي بيشوفها وبيحاول يلمس الرساله. وفي اللحظه دي بتدخل اخته جيانا وبتساله باستنكار ايه اللي هو بيعمله، وبتبدا انها توبخه بسبب تهوره ان كل مره بيرجع بمصيبه اكتر من الاول، ده غير انه الوحيد اللي بيتصاب. وبتهدده انه لو رجع متصاب مره تانية هتسيب دراستها وتشتغل علشان يبطل مهنه الصيد اللي هو متمرمط فيها. فبيعتذر لها وبيسالها اذا كانت شايفه الرساله اللي ظاهره قدامه، ولما بتشوفه بيشاور لها على الهوا بتساله بملل اذا كانت اصابته اثرت على مخه ولا حاجه. فبيتجاهل تعليقها وبيسالها ازاي تفتح رسائل البريد اللي بتظهر في الالعاب، فبتجاوبه بعدم اقناع انه لازم يفتح صندوق البريد الاول، وبيطبق كلامها. وبتظهر له مهمه يوميه وهي الاستعداد لزياده قوته. وبعد ما جيانا اطمنت عليه بتودعه وبتمشي مع اصحابها، وبمجرد خروجها من المكان بيفتح سون البريد وبتظهر له رساله جديده ان النظام هيساعده ويزود له قوته، ولكن في حاله فشله في تنفيذ المهمات المطلوبه منه هيتم عقابه، وفي حاله نجاحه هيحصل على مكافاه كبيره جدا. فبيقول بتعجب انه مش فاهم ايه معنى الرسائل دي، وبيفتح رساله المهمه الجديده اللي وصلت له، واللي بتكون عباره عن برنامج تدريبي 100 ضغط و100 بطن ويجري 10 كيلومتر، وفي تحذير ان فشله في اتمام المهمه هيؤدي للعقاب. فبيضحك بسخريه وعدم تصديق، وبيقرر انه ينام ويشوف الحوار ده لما يصحى، وبما انه مصاب فاكيد ما عندوش الكون وخلص التمرين دي. وبالفعل بينام المعلم سونو بيعدي وقت المهمه، ولكنه بيصحى بفزع على رساله فشله في المهمه وهينتقل لمنطقه العقاب، وبيحس بزلزال
بيرج المكان وفجأة بيلاقي سون نفسه في وسط صحراء رملية شاسعة، وبيقول بعدم تصديق انه اكيد بيحلم والمكان ده مش حقيقي. وفي اللحظة دي بيظهر من تحت الرمال وحش ضخم على هيئة دودة مأوية القوائم، وبتظهر لسون رسالة ان عقابه هو النجاة في الصحراء دي لمدة 4 ساعات. ومع ادراكه انه لبس في الحيط بيبدأ انه يجري باقصى سرعة ليه علشان يهرب من الوحوش اللي بتطرده، ومع مضي الوقت وهروبه بيزيد عدد الوحوش اللي بيطردوه، بيطبق مقولة اللي حصلني كسرني. وقبل ما تنتهي ال4 ساعات بيقرب وحش من الوحوش من سون وبيكون على وشك التهامه، ولكن الوقت بينتهي وبيرجع سون للمستشفى من جديد وبيقع على الارض وهو بيلهس من التعب، وبتظهر له رسالة انه اكمل المهمة بنجاح، وبتسأله اذا كان هيحصل على المكافأة دلوقتي، ولكنه بيفقد وعيه من شدة الارهاق. وبتدخل الممرضة وبتلاقي سون مرمي على الارض فبتجري علشان تلحقه. وفي اليوم التالي بنشوف الممرضات بيتكلموا عن سون وانه ازاي بيجري كل يوم ويتمرن رغم انه ما كملش يومين من ساعة ما فاق. وبعد 4 ايام من التدريب بيكتشف سون شوية معلومات، وهي ان الرسالة اللي بتظهر له دي حقيقية ومش خيال رغم ان هو الوحيد بس اللي بيقدر يشوفها. الحاجة التانية هي نظام المكافآت لاتمام المهام، والمكافآت دي عبارة عن سحر تجديد النشاط، وده عبارة عن سحر بيعالج كل الارهاق اللي بيحصل له خلال التمرين، وبمجرد استخدامه بيختفي الارهاق كأنه ما عملش اي مجهود اصلا. وغير كده في نقاط السمات وصندوق الادوات العشوائية، ومن خلالها يقدر يزود اي سمة من الشخصيات بتاعته ويزود قوته. وطبعا زيادة مستوى بيؤدي لنفس النتيجة وهي زيادة قوة، بمعنى صح وابسط ان العالم اتحول للعبة بالنسبة له، وبيتعجب من الوضع اللي هو فيه وانه فيه قوة خفية بتتحكم فيه عن طريق المهمات. وبعد مدة من الزمن بيجي وقت خروجه من المستشفى بعد حالته ما اتحسنت، وبنشوف سون بيتجه لمحطة مترو قريبة من المستشفى. هو بيطلع من جيبه مفتاح اخضر وبيقول انه مش عارف ايه فايدته، وده انسب وقت انه يعرف، وانه حصل عليه في صندوق من الصناديق العشوائية اللي بيحصل منها على ادوات مختلفة وبتختلف قيمتها عشوائيا، وانه ممكن يحصل على ادوات مش مهمة زي الضمادات او الاقلام او مفتاح زي اللي معاه. وبتظهر معلومات على المفتاح ومفتاح لزنزانة فورية من الرتبة اي، وبتتفتح في مكان معين وهو محطة المترو اللي واقف قدامها. وبيتساءل سون للحظات اذا ما كان نظام اللعبة والمستويات وكل اللي بيحصل له ده بسبب الايقاظ المزدوج، او ممكن يكون خطوات تجهيزه للايقاظ المزدوج. وعلى كل حال الطريقة الوحيدة انه يعرف هي انه يستخدم المفتاح. وبيقول ان فكرة حصوله كاضعف صياد على الارض على ايقاظ مزدوج في حد ذاتها، وبما انه واثق في قدرته على الهروب لو حس بالخطر زي المرة اللي فاتت على اساس انه مش هو اللي كان بيموت اخر مرة، وبيستخدم سون المفتاح اللي بيشع ضوء وبيختفي، وبيظهر حاجز غير مرئي قدام سون. وبمجرد عبور سون للحاجز بيظهر له تنبيه انه دخل الزنزانة الفورية، وبيتقفل المكان اللي دخل منه. وبيلتفت سون بصدمة وبيحاول بكل يأس انه يخرج ولكن من غير اي فايدة. المفروض يا ابني تكون اتعودت على الابواب اللي بتتقفل تلقائيا دي. وبيستنتج ان الحاجز اللي عبره عبارة عن فضاء معزول مختلف عن الواقع، وبيسأل نفسه بقلق هيتصرف ازاي بعد ما المخرج اتقفل ومع طريقه للهروب. فبتظهر له رسالة انه مش يقدر يخرج غير لما يقضي على زعيم الزنزانة او باستخدامه لكريستالات العودة. ومع ادراكه انه مجبور على القتال بيقول بقلق انه من كام يوم كان اضعف صياده دلوقتي مطلوب منه ينهي الزنزانة لوحده. ومع احساسه بطاقة زعيم الزنزانة بيقول ان دي بداية مبشرة وشكله هيموت المرة دي بجد. وبعد لحظات بنشوف سون ماشي بخطوات تقيلة وبيستكشف الزنزانة اللي عبارة عن محطة المترو ولكنها مهجورة من سنين، ومع كل خطوة بياخدها في الاجواء المرعبة دي بيفقد ثقته القليلة بنفسه وبيتساءل هيعمل ايه. وبيقطع تساؤلاته احساسه برائحة خنيئة وبيستنتج ان دي مصادرها وحش قريب منه. في اللحظة دي بيظهر من الظلام ذئب ضخم بيهجم على سون بشراسة، ولكنه بيتفادى الهجوم في اخر لحظة. وبيقول سون في نفسه انه ما بيقدرش يواجه غوبلين واحد او تنين بالكتير، هيعمل ايه ضد الذئب اللي اسنانه فولاذ زي ده؟ وبتجيله الاجابة لما بيكتشف انه مش قادر يحرك رجله وان جسمه اتجمد من الخوف. وبيتعجب سون من خوفه لان الحادثة اللي حصلت له تأثيرها النفسي عليه ما كانش كبير، وبيقطع تفكيره هجوم الذئب عليه وبينجح سون انه يتحرك اخيرا وبيتفادى هجوم الذئب على اخر لحظة. وبيحاول يشجع نفسه لانه لوحده ومفيش حد يعالجه فمفيش اي مجال لانه يتصاب. بيقرر الذئب الفولاذي هجومه على سون من جديد، وبينجح سون انه يتفادى الهجوم على بعد سنتيمترات من وشه، وبيترسم على وشه ملامح الرعب والخوف وبيرجع لورا كده بسرعه، ولكنه بيتفاجئ انه وصل للحيطه. والمفاجاه الاكبر ان جسمه اخف من المعتاد بكتير، ولكن مفيش وقت للاندهاش دلوقتي لان الذئب الفولاذي مش هيستناه لما يجهز للمعركه. وبيلتفت سون للذئب وبيقول بغضب انه ما صدق حصل على فرصه ثانيه ومش هيضيعها. وبكده صديقي وحيب قلبي بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا والحلقه الثالثه من انمي سولو ليفنينج. لو وصلت لحد هنا بقى ما تنساش اللايك بتاعك والاشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد، ويلا دمتم في رعاية الله، سلام.